يقول عدده أقله ركعة، وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة، وعن معاوية رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، فبعض من رآه ذهب إلى ابن عباس فقال له: أرأيت ما فعل معاوية؟ قال: وما فعل؟ قالوا: أوتر بركعة. كأنهم يعني ينكرون عليه ذلك، ينكرون على معاوية أنه كيف أوتر بركعة. فقال لابن عباس: إنه أوتر بركعة. فقال ابن عباس: إنه فقيه، إنه فقيه. فالقصد أنه يجوز الوتر بركعة، ولا شك أن الأفضل 11 ركعة، هذا هو الأفضل في الوتر. قال: وأكثره 11 ركعة، لعموم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة صلوات ربي وسلامه عليه.